كان سمر شوية ما طويل ما قصير، إنسان جميل الوجه وصحيح. كان كيدوي بواحد الصوت مرتفع وبصوت قوي. كان هذا هو الوصف اللي اعطانا المؤرخ والقاضي ابن خلكان للسلطان الثالث لدولة الموحدين أبو يوسف يعقوب المنصور اللي تزاد سنة 554 للهجرة الموافق 1159 ميلادية. قبل ما نبدأ في السرد ديال هذه القصة، كنذكركم أن المقدمة ديال الحلقة ديال اليوم عندها علاقة بالحلقة الماضية ديال أبو يعقوب يوسف الموحدي أب يعقوب المنصور، لأن النهار فاش غادي يتولى يعقوب المنصور حكم دولة الموحدين هو النهار اللي مات فيه باه سلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. إذن من الأحسن خذها مني كفكرة تقدر تنفعك باش تعرف وتفهم مزيان القصة، يعني من الأحسن لك أنك تشاهد الحلقة ديال معركة شانتارين باش تفهم مزيان كيفاش حتى مات السلطان أبو يعقوب يوسف في هذه المعركة اللي ذكرت اللي كان فيها يعقوب المنصور حاضر. دابا نبداو على بركة الله. سنة 1184 ميلادية وفي معركة حارقة بين الموحدين ومملكة البرتغال غادي يوقع واحد الحدث عظيم في دولة الموحدين، واللي هو وفاة السلطان في معركة شانتاري. بعد ما رجعوا الجنود والفرسان الموحدين لمدينة إشبيلية بأمر من السلطان، كانوا الجنود كيظنوا أن السلطان مشى لإشبيلية قبل منهم، لكن السلطان في الحقيقة كان باقي في المعسكر اللي كان قريب من ساحة المعركة. ملي سقوا البرتغاليين الخبار لذاك الشي اللي وقع وبأن جيش الموحدين انسحب وخلى السلطان بوحده مع قليل من الجنود اللي كانوا حاضرين في المعسكر، غادي يخرجوا بأعداد كبيرة من المدينة المذكورة في اتجاه معسكر الموحدين اللي كيتواجد فيه السلطان أبو يعقوب يوسف مع أشياخ الموحدين وعدد قليل بزاف من الجنود اللي كانوا تحت إمرة يعقوب المنصور بطل الحلقة ديال هذا النهار. فعلا غادي يطوقوا البرتغاليين معسكر الموحدين وغتوقع معركة قوية ما كانتش متوازنة عسكريا، لأن في الوقت اللي كانوا جيوش الموحدين كاملين في جنبات المدينة المذكورة ما قدروش البرتغاليين يخرجوا من داخل أسوار المدينة، ودابا فاش عرفوا بأن السلطان بقى بوحده هجموا على الموكب ديالو، وما كان من أشياخ الموحدين والجنود القلال اللي كانوا معاه إلا أنهم يدافعوا على نفسهم قدام جيش البرتغاليين الكبير. وكانت نهاية هذه المعركة هي مقتل عدد كبير من أشياخ الموحدين وتعرض السلطان لجروح خطيرة أدت به للوفاة بعد وقت قليل من نهار المعركة المذكورة. ورجعوا لإشبيلية هذه المدينة اللي غادي يجتمعوا فيها شيوخ الموحدين بالإضافة لأبناء عبد المؤمن بن علي خوت السلطان اللي الله مات دابا، وغادي يتفقوا كلهم على مبايعة أبو يوسف يعقوب المنصور سلطانا لدولة الموحدين، وغيحمل اسم أمير المؤمنين بحال الأب ديالو وجدو عبد المؤمن بن علي الكومي. بقى السلطان الجديد يعقوب المنصور مدة شهرين في الأندلس حتى تهنى على سلامة الرعية ديالو وعلى السلامة ديال الحدود بين الموحدين والمسيحيين، ثم قاد واحد الجيش كبير وخلاه في الحدود باش فين ما يبغيو المسيحيين يباغتوا الموحدين يلقاوهم في المرصاد. اصلا في هاد الفترة كانوا المسيحيين كيخافوا بزاف من الموحدين، لان جيش الموحدين كان جيش قوي رغم ان المسيحيين كانوا متحالفين مع بعضهم. وبعد ما عرفوا القصة ديال وفاة السلطان وتعيين يعقوب المنصور في بلاستو اللي كان في عمره انذاك 25 سنة، فرحوا وظنوا باللي صافي غادي يسترجعوا الاندلس لان هذه هي نهاية الموحدين. لهذا غيقوموا ببعض الحملات على المدن الإسلامية اللي كانت قريبة منهم. لكن قبل ما ندويو على هذه الفترة خليونا نشوفوا المغرب خلال وقوع هذه الأحداث أشنو كان واقع فيها. بعد ما رجع السلطان يعقوب المنصور لمراكش وبعد عام فقط من توليه زمام السلطنة، غادي توقع ثورة كبيرة في المغرب الأوسط بقيادة بنو غانية اللي استغلوا ضعف الدولة الموحدية وقرروا أنهم يسترجعوا أمجاد دولة المرابطين، لأن هاد بنو غانية هما قبيلة مسوفة
وحدة من أهم القبائل اللي كانت كتكون جيش المرابطين. لكن ماشي غير بنو غانية اللي غادي يثوروا في وجه الموحدين، بل حتى بني حماد غادي يثوروا. هاد الأخير تهما من أصل صنهاجة، يعني كتجمعهم علاقة وطيدة. وبما أن العدو واحد وهو الموحدين، اللي حسب تعبيرهم سلب منهم الأراضي ديالهم، يعني خذا لهم الأراضي ديالهم، وهذا هو الوقت المناسب باش أنهم يرجعوا الأراضي ديالهم. كونوا واحد الجيش كبير بزاف، قدروا أنهم يدخلوا به لمدينة بجاية ثم مدينة الجزائر ومليانة، وعلنوا على تأسيس الدولة ديالهم. بل أكثر من هذا، غادي يزعموا وغادي يتوجهوا لمدينة تلمسان اللي كانت واحدة من أهم وأكبر المدن الموحدية. هنا غادي نطرحوا واحد السؤال على بعض الناس اللي كيقولوا أن دولة الموحدين أصلها هو المغرب الأوسط. إذن إلا كانت بالصح دولة الموحدين أصلها هو المغرب الأوسط، علاش تاروا قبائل المغرب الأوسط في وجه الموحدين؟ هذا دليل آخر كينضاف على الحقيقة، اللي هي أن أصل دولة الموحدين هو تينمل في المغرب الأقصى. وخير دليل على هذا الكلام هو أصل جيش الموحدين اللي كينتمي القبائل المصامدة في السوس المغربي. ثانيا، معسكر الموحدين هو تينمل، هذا الشيء قبل قاع ما يأسسوا الدولة ديالهم. بل أصل سلاطين الموحدين هو تينمل، واللغة ديال سلاطين الموحدين هي الأمازيغية السوسية المغربية. كذلك مكان الدفن ديال السلاطين الموحدين نقدر نقول أغلبهم هو تينمل في جنوب المغرب، ومسجد تينمل اللي بناه عبد المؤمن بن علي الكومي مازال شاهد على هذه الحقيقة، ومازال واقف إلى يومنا هذا، واللي بناه كما ذكرت سابقا عبد المؤمن بن علي كعرفان الدور الأب الروحي المهدي بن تومرت في تأسيس الدولة الموحدية. إذن يكفي من خلق الأكاذيب بهذا الخصوص. دابا نرجعوا للقصة ديالنا. تم الإعلان على تأسيس دويلات بني حماد بالإضافة لدولة بنو غانية، لكن ما سبق وذكرت أنهم كتجمعهم واحد علاقة قرابة، وطبعا كونوا واحد تحالف بيناتهم. ومني وصلت الأخبار ديال هاد الثورة للسلطان يعقوب المنصور، غادي يرسل برسالة لقواد هاد الثورة من بني حماد وبنو غانية، والرد ديال هاد الأخير كان هو اعتقال الرسول اللي جاب الرسالة من مراكش عاصمة الموحدين. غادي يجهزوا بنو غانية جيش كبير هاد المرة تحت قيادة علي بن إسحاق بن غانية، هاد الأخير اللي بمساعدة من الإخوة ديالو غادي يخلع خوه محمد بن إسحاق بن غانية اللي كان تحت طاعة الموحدين. هاد الشيء كان ما عجبش الإخوة الأخرين، وبغاو يرجعوا أمجاد دولة المرابطين اللي كينتميو ليها، لأن في عهد يوسف بن تاشفين هاد الأخير غادي يعين على المغرب الأوسط والجزر الشرقية من بلاد الأندلس واللي هي مايوركا فوقتنا الحالي، غادي يعطيها يوسف بن تاشفين لعلي بن يوسف المسوفي مؤسس هاد السلالة اللي ذكرتها دابا، والجد الأكبر ديال علي بن إسحاق بن غانية. ومن هنا جات قصة توارث حكم بنو غانية لهذه المنطقة. وفي عهد عبد المؤمن بن علي الكومي غادي يبيعوا بنو غانية الموحدين، وبقوا على هذا العهد تل وفاة السلطان أبو يعقوب يوسف في معركة شنتري. وهنا شافوا أن الوقت مناسب باش يستقلوا ويكونوا الدولة ديالهم، وأول ما داروا هو خلع الأخ ديالهم اللي كان كيطيع الموحدين، ثم عينوا الأخ الآخر اللي ما كيحملش الموحدين أبدا. وهنا بدأت القصة ديال ثورة بنو غانية اللي فيما بعد غادي تلتحق بهم قبائل بني حماد. تتمت القصة ديالنا وصلت من يجمع علي بن غانية الجيش ديالو وقصد مدينة تينمسان بعد ما بسط السيطرة ديالو على بجاية. بنو غانية ما غاديش يكتفيو غير بهاد المدينتين اللي ذكرت دابا، بل غادي يتحركوا في اتجاه قسنطينة بعد ما طيحوا تينمسان في يديهم. وهادشي كله ودولة الموحدين لم تحرك ساكنا. أطماع بنو غانية بدات كتزيد أكثر وأكثر، ربما كانوا كيظنوا أن دولة الموحدين وصلت للنهاية ديالها بعد ما مات السلطان أبو يعقوب يوسف في معركة شنتري، وتعيين السلطان يعقوب المنصور اللي كان باقي صغير وفي عمره 25 سنة فقط. هذا الأخير كان كيتمنى
ينهي هاد الثورة بلا معركة، خصوصا وأن بنو غانيا كانوا كيطيعوا دولة الموحدين منذ زمن، يعني منذ سقوط دولة المرابطين إلى الآن. لكن بعد ما تبين السلطان يعقوب المنصور أن الخاطر ما خدامش مع بنو غانيا، غادي يجهز جيش كبير بقيادة العم ديالو أبا زيد بن أبي حفص، بالإضافة لمحمد بن إبراهيم بن جامع اللي غادي يكون على رأس الأسطول البحري. وغير وصل أبو زيد بالجيش ديالو، غادي يهربوا جيوش بنو غانيا في اتجاه الصحراء. كانت هذه خطة من بنو غانيا باش يظنوا الموحدين أنهم انسحبوا وصافي مشاو بحالهم. لكن غير كدوز واحد المدة كيعودوا يهجموا على المدن الموحدية وكيحتلوها من جديد، وفي نفس الوقت كيدربوا الجيوش ديالهم على المعركة الكبيرة والفاصلة اللي كانوا كيوجدوا لها بينهم وبين الموحدين. هاد الخطة كان كيديرها عبد المؤمن بن علي الكومي مع المرابطين إلى تذكرته. إلى رجعتوا الحلقة ديال عبد المؤمن بن علي ذكرناها فيها، وكذلك الحلقة ديال الموحدين. هاد الحلقات غادي نخليهم لكم في الوصف باش إلا بغيتوا أنكم ترجعوا لهم باش تستافدوا أكثر يعني من هاد القصة. كما قلت هاد الخطة كان كيديرها عبد المؤمن بن علي الكومي مع المرابطين، كان كياخذ معركة بسيطة في منطقة كانت بعيدة على النفوذ المرابطين باش ياخذوا الجنود ديالو تجربة من خلال هاد المعارك الصغيرة. تماما هاد الشي اللي كانوا كيديروا بنو غانية، حتى النهار تلاقاو مع جيش الموحدين في وحدة من المعارك الرسمية. والمفاجأة هي أن جيش بنو غانية انتصر على جيش الموحدين. لكن كيفاش انتصرت بنو غانية على الموحدين؟ انتصر على جيش الموحدين بعد ما وصلهم الدعم من قرقوش الأرماني، هذا الأخير اللي كان من أتباع صلاح الدين الأيوبي. والقصة كتبدأ من اللي بغى صلاح الدين الأيوبي يطور في وجه السيد ديالو نور الدين الزناقي أمير دمشق. لذلك قرر صلاح الدين الأيوبي أنه يدير الحساب لجميع النتائج. لذلك قرر صلاح الدين الأيوبي أنه يرسل واحد من الرجال ديالو الأوفياء اللي هو قرقوش الأرماني باش يحتل بعض المدن أو بعض الأراضي من إفريقيا اللي هي تونس حاليا، باش يهرب لها إلى ما صدقش ليه هذا الإنقلاب اللي كيوجد ليه ضد القائد ديالو نور الدين الزناقي أمير دمشق. عقلوا على هذه النقطة مزيان، راه غادي نرجعوا ليها مازال في قادم الحلقات، لأن الموضوع ديال يعقوب المنصور أكيد غادي يكون سلسلة كبيرة بزاف، وكل حلقة تكون كبيرة لأن فيها ما يتقال، يعني واحد من أعظم السلاطين اللي دازوا في تاريخ المغرب بل في التاريخ الإسلامي. من اللي وصل قرقوش الأرماني لإفريقيا تلقى مع الثورة ديال بنو غانية، وهنا قرروا أنهم يساعدوا بعضهم لأن العدو ديالهم واحد. وهنا غادي يوقع تحالف بين هاد الزوج، بين بنو غانية وقرقوش الأرماني. صلاح الدين الأيوبي صدق ليه الإنقلاب اللي كان كيوجد ليه، لكن قرقوش الأرماني ما فراسو والو وبقى في شمال إفريقيا باش يدير داكشي اللي وصى عليه صلاح الدين الأيوبي القائد ديالو. وهنا غتوقع وحدة من المعارك الرسمية بين الموحدين وبين بنو غانية اللي دويت عليها دابا شوية، واللي كانت النتيجة ديالها هي انتصار جيش بنو غانية على جيش الموحدين. وصلت اخبار تحالف بنو غانية مع قرقوش الأرماني للسلطان يعقوب المنصور. هذا الخبر اكيد ما غاديش تعجب السلطان، وفي البلاصة ناض من المكان ديالو وجمع الجيوش ديالو وخرج في مقدمة الجيش ديالو القوي اللي كيتكون من المصامدة. شد يعقوب المنصور طريق حتى وصل لتونس، ثم غادي يتلاقى مع قواد عسكريين تابعين لدولة الموحدين وطلبوا منه أنه ما يشاركش في هذه المعركة وبأنهم غير هما كافيين. لكن يعقوب المنصور ما كان دير ثقة في التوح وخرج لهذه المعركة بنفسه، ودار واحد الخطة تسببات لبنو غانية في الموت البطيء، بحيث هجم جيش الموحدين بقيادة يعقوب المنصور على معسكر قرقوش الأرماني وقتل عدد كبير من الجيوش ديال قرقوش الأرمان، ما بقى منهم إلا القليل القليل. هاد القليل هربوا كل واحد منين مشى، وبقى جيش بنو غانية بوحده. الجيش ديال قرقوش الأرماني اللي كان مزعم بنو غانية مشى ما بقاش، وهنا غادي يدوروا جيوش الموحدين
بجيش بنو غانية وغادي تبدأ المعركة. هذه المعركة اللي كانت النتيجة ديالها هي نهاية جيش بنو غانية. كان مصير قرقوش الأرماني هو الهروب ورجع للموطن دياله، أما علي بن غانية فتا هو هرب لكن بجروح خطير، وما بان ليه قدامه إلا واحد القبيلة عربية كانت في الصحراء دخل لها، وما هي إلا لحظات حتى توفى في هذه القبيلة. وبيع بنو غانية الأخ دياله يحيى بن غانية باش يكمل على المهمة. فتح يعقوب المنصور جميع المدن اللي كانوا بنو غانية دخلوا لها، وشد الطريق بالجيش ديالو لموطن بنو غانية مدينة قفصة، وضرب من حولها حصار دام يوم وحي. بعد ما شافوا أهل هاد المدينة عظامة جيش الموحدين والقوة الكبيرة والهائلة ديالهم، في اليوم الموالي حلوا البيبان وطلبوا الأمان من الموحدين. لكن السلطان يعقوب المنصور ما غاديش يعفي على الناس ديال هاد المدينة كله، بل عفى غير على هادوك اللي ما شاركوش في المعركة ضد الموحدين. أما هادوك اللي تبت أنهم كانوا مشاركين مع بنو غانية وكانوا سبب في قتل جيش الموحدين في المعركة الأولى، فكان الجزاء ديالهم هو القتل انتقاما للجنود اللي ماتوا في هاد المعركة. وبهذا كيكون السلطان يعقوب المنصور قضى على ثورة بنو غانية في المغرب الأوسط. ثورة بنو غانية ما غاديش تكون الأخير، بل غادي يرجع، لكن في عهد السلطان محمد الناصر الموحدي ابن يعقوب المنصور. التفاصيل ديال هذه القصة غنشوفوها إن شاء الله من نوصلوا للعهد ديال محمد الناصر، لأن بنو غانية كان عندهم دور في سقوط دولة الموحدين. بخصوص المعركة الأخيرة اللي ذكرتها واللي دويت عليها دابا شوية، كيقول الناصري في كتاب الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى: تقدم لنا في أخبار الدولة اللمتونية أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني كان قد استعمل على الجزائر الشرقية من بلاد الأندلس، وهي ميورقة ومنورقة ويابسة، محمد بن علي بن يحيى المسوفي المعروف بابن غانية، فتوارتها بنوه من بعده إلى أيام يوسف بن عبد المؤمن، فبعث إليه محمد بن إسحاق بن محمد المسوفي، فقبل ذلك يوسف بن عبد المؤمن، وبعث إليه قائده علي بن الروبراتير ليختبر أمره ويعقد له البيعة ويؤكد الأمر في ذلك. وكان لمحمد بن إسحاق المذكور عدة إخوة يساهمونه في الرياسة، فلما انتهى إليه ابن الروبراتير وعلموا الأمر الذي قدم لأجله أنكروا على أخيهم ذلك، لأنه لم يكن قد أعلمهم بمكاتبة يوسف بن عبد المؤمن، فتخلصوا منه وقبضوا عليه وعلى ابن الروبراتير، وقدموا مكانه أخاهم علي بن إسحاق بن محمد. ثم بلغهم خبر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب المنصور، فركب علي بن إسحاق أسطوله وطرق بجاية على حين غفلة من أهلها، وعليها يومئذ السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن، وكان خارجا في بعض مذاهبه، فاستولى عليها ابن غانية في صفر من سنة 581 للهجرة. حكى ابن أبي زرع في استيلاء ابن غانية على بجاية وجها آخر، وقال: دخل أميورقي وهو علي بن إسحاق المذكور مدينة بجاية يوم الجمعة 6 شعبان سنة 580 للهجرة، والناس في صلاة الجمعة، وكانت أبواب المدن قبل ذلك لا تغلق وقت صلاة الجمعة، فارتقب ابن غانية الناس حتى أحرموا بصلاة الجمعة، ثم اقتحموا المدينة وعمدوا إلى الجامع الأعظم وأداروا به الخيل والرجال، فمن بايعهم خلوا سبيلهم، ومن توقفوا عن بيعته قتلوه. قال: وهقام بها 7 أشهر ثم استرجعت من يده. قال: ومن ذلك اليوم اتخذ الناس غلق أبواب المدينة يوم الجمعة وقت الصلاة، والله أعلم. إلا كنتو كتذكروا معايا خلينا القصة ديالنا في نهاية ثورة بنو غانية في المغرب الأوسط، ولكن ما كتهنى من شي مشكل حتى كيخرجوا لك مشاكل وحدين أخرين، بحيث أن سكان الأندلس كيصيفطوا رسالة استغاثة للسلطان كيقولوا فيها أن الفرنجة دخلوا المدينة شلب وشردوا الأهالي ديالها،
الفيران جاء هما واحد المجموعة من القبائل المسيحية الأصل ديالها كيرجع للمناطق فرنسا وألمانيا الحالية. من وصلت هذه الأخبار للسلطان يعقوب المنصور كالعادة خرج بنفسه في المقدمة ديال الجيش ديالو وقصد بلاد الأندلس. غير وصل جمع الجيش ديال الأندلس وزادوا على الجيش اللي دا معاه من المغرب وقرر أنه يغزو مدينة شلب. وفعلا قدر يعقوب المنصور بهذا الجيش أنه يرجع هذه المدينة من الفرنجة المسيحيين. لكن ما توقفش عند هذه النقطة فقط، سيد جاء من المغرب حتى الأندلس وراكم عارفين المسافة قداش، زيد عليها عناء السفر والميزانية باش كيتحرك جيش الموحدين الكبير، لأن ديك الساعة ما كاين غير الخيل ولا تمشي على رجلك. داكشي علاش ما غاديش يوقف السلطان يعقوب المنصور عند هذه النقطة، بل غادي يغزو أراضي الفرنجة الموجودة في القرب من مدينة شلب، وقدر أنه يأخذ 4 ديال المدن من الفرنجة. وكون مخرج القائد ديالهم كيطلب من الخليفة يعقوب المنصور الصلح والسماح، كون فتحوا الموحدين جميع الأراضي ديال الفرنجة تقريبا، خصوصا الأراضي اللي موجودة في الجزء الجنوبي اللي كان قريب من الأندلس. المهم قبل السلطان يعقوب المنصور بهذا الصلح مع الفرنجة، وكانت المدة ديالها 5 سنين، ولكن غير سالت ديك 5 سنين غادي ترجع حليمة لعادتها القديمة، بحيث أنه بدأوا عاوتاني الفرنجة كيهجموا على المدن الإسلامية التابعة لدولة الموحدين، لكن هذه المرة الفرنجة جاءوا بجيش كبير، وكان رد السلطان يعقوب المنصور هو العبور للأندلس بالعجز. غادي يعبر من جديد بجيش ضخم، وغير وصلت أخبار وصول جيش الموحدين للأندلس، طلبوا الفرنجة من جميع الجنود ديالهم من الشرق تل الغرب ومن الشمال تل الجنوب، يعني ما خلاو تاع عسكري إلا وجابوه، ومشاو لميدان المعركة. هاد المعركة اللي غادي يحسمها الموحدين بسرعة، وغادي تلقاو الفرنجة هزيمة قاسية، وما بقى عند الفرنجة جهد، وبداو كيطلبوا من يعقوب المنصور الصلح عاوتاني. يعقوب المنصور السلطان العظيم غادي يقبل عاوتاني بهاد المعاهدة ديال الصلح، ومن بعدها مباشرة غادي يرجع للعاصمة ديالو مراكش. أثناء هاد الوقائع كان صلاح الدين الأيوبي دخل بيت المقدس، وفعلا قدر أنه يحررها من الصليبيين، لكن الصليبيين ما تقبلوش فكرة الهزيمة قدام صلاح الدين الأيوبي، لذلك غادي يرسلوا رسالة للكنائس الأوروبية باش يرسلوا لهم الدعم. وبالفعل وصل الدعم للصليبيين من أوروبا بأكملها، وقدروا أنهم يهزموا الأسطول البحري ديال صلاح الدين الأيوبي. وهنا ما بقى قدام صلاح الدين الأيوبي إلا حل واحد، وهو الموحدين. الموحدين اللي كانوا قوة ضاربة عالميا في المنطقة، كيحكموا شمال إفريقيا بالكامل، أضيف إلى ذلك أنهم قاهرين الصليبيين في الأندلس. هادشي كله ما كيبين إلا قوة جيش الموحدين الذي لا يقاوم، كذلك أن الموحدين في هذا العهد كانوا كيتوفروا على واحد من أكبر وأقوى الأساطيل البحرية عالميا. لهذا غادي يرسل صلاح الدين الأيوبي رسالة استغاثة للسلطان يعقوب المنصور، كيطلب فيها يد المساعدة من الموحدين باش يعاونوه بالأسطول البحري وبالجيش. لكن من اللي وصلت الرسالة لمراكش كان السلطان يعقوب المنصور باقي مرجع من الأندلس، أو بالأحرى كان خرج من الأندلس وكان جاي في طريق. ومن اللي وصل لمدينة فاس لقى داك الخادم ديال صلاح الدين الأيوبي كيتسناه تما، وعطاه الرسالة اللي رسلها صلاح الدين الأيوبي واللي كان فيها: الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب من صلاح الدين إلى أمير المسلمين، وبعد الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنيفة من استعمر الأرض وأغنى من أهلها، من سأله القرض وأجرى على يده النافلة والفرض، وزين سماء الملة بدراري الدراري التي بعضها بعض. والرسالة طويلة. يعقوب المنصور ما عطاه اهتمام لهذه الرسالة لسبب واحد، وهو اللي اتفقوا عليه جميع المؤرخين التاريخيين، واللي كان من بينهم عبد الواحد المراكشي، هذا الأخير اللي كان معاصر لهذه الفترة من الزمن. يقول عبد الواحد المراكشي أن الرسالة اللي صيفت صلاح الدين الأيوبي كان في البداية ديالها من صلاح الدين إلى أمير المسلمين. هذه الجملة هي اللي كانت سبب باش
أن السلطان يعقوب المنصور ما غاديش يساعد صلاح الدين الأيوبي، لأن هاد الجملة ما عجباتش يعقوب المنصور وحس وكأنها استفزاز أو نقص من قيمته، لأن سلاطين المغرب منذ الأزل إلى يومنا هذا اللقب ديالهم هو أمير المؤمنين وليس أمير المسلمين. كيقول لنا ابن خلدون بالإضافة لصاحب الاستقصاء أن يعقوب المنصور من اللي قرأ الرسالة جمع بعض الهدايا أعطاهم لذاك الشخص اللي جاب الرسالة من عند صلاح الدين الأيوبي، بالإضافة لواحد الرسالة كيعتذر فيها وكان المضمون ديالها أنه ما غاديش يقدر يصيفط الأسطول البحري لصلاح الدين الأيوبي. لكن كيرجع لنا ابن خلدون وكيقول أن يعقوب المنصور تنادم معاه الحال بعد أيام معدودة لأن المسألة كانت متعلقة بالمسلمين، لذلك غادي أمر سلطان يعقوب المنصور بتحريك أسطول بحري مكون من 180 باخرة في اتجاه الشرق، وكان سبب في صد هجمات الصليبيين على القدس اللي كانوا جايين لها صليبيين من كل أنحاء أوروبا. كانوا كيعتبروا المسيحيين هذه حرب صليبية كبيرة، ولكن في الأخير فضل الأسطول البحري ديال الموحدين غادي ينهزموا الصليبيين في هذه المعركة. إلى رجعنا شوية للوراء، وإلا كنتو كتذكروا واحد الواقعة ذكرتها سابقا في الحلقة الماضية اللي هي قصة بنو غانية مع قرقوش الأرماني، هذا الأخير كان صيفطوا القائد ديالو صلاح الدين الأيوبي باش يحتل بعض من الأراضي في إفريقيا، هذه الأراضي اللي كانت تابعة للموحدين في الأساس. أضف إلى ذلك أن قرقوش الأرماني دار واحد تحالف عسكري مع بنو غانية أعداء الموحدين طبعا. هاد الوقائع اللي ذكرت دابا ربما كانت أيضا سبب في امتناع يعقوب المنصور في مساعدة صلاح الدين الأيوب، ولولا شجاعة هاد السلطان العظيم لانهزم صلاح الدين الأيوبي في المعركة ديالو أمام الصليبيين. والتاريخ مع الأسف بين لنا صلاح الدين الأيوبي بوحده بأنه هو البطل اللي قدر أنه يسترجع القدس من الصليبيين، والتاريخ ما ذكرش يعقوب المنصور وما ذكرش جيش الموحدين في هذه المعركة التاريخية والخالدة. إلا تذكرتوا معايا في الجزء الأول اللي غنخلي لكم الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو، كنت ذكرت أن مملكة جديدة تأسست في غرب الأندلس كتحمل اسم البرتغال. كانت هذه المملكة كتدير الشغب بزاف، وكل مرة كتطلب الحرب بينها وبين موحدين، خصوصا في عهد ألفونسو الأول. هذا الأخير قام باحتلال مدينة شلب بمساعدة من القوات الصليبية، لأن في هذا العهد بدأ ما يسمى بالحملات الصليبية، يعني أوروبا كلها كتحارب المسلمين من أجل استرجاع الأراضي اللي ادوا منهم. المهم مني وصلت هذا الخبر للسلطان يعقوب المنصور جهز جيش كبير وعبر الأندلس، ومني وصل لمدينة شلب حصرها حتى استسلمات ورجعها لحضن الدولة الموحدية. وبعد مرور 5 ديال السنوات على هذه الواقعة غادي يعاود يهجم ملك البرتغال على مدينة شلب والثغور المجاورة لها، غير هو هذه المرة جا معول على خزيت كما كنقول. وكان الهدف من هذا الهجوم المسيحي هو تخويف الموحدين. كيقول واحد المثل المغربي اللي يدعى القوة كيموت بالضعف، تماما هذا الشيء اللي وقع الملك البرتغال، بحيث غروا عدد الجيوش اللي كان كيتوفر عليهم، ورسل رسالة استهزاء للسلطان يعقوب المنصور كيقول لي فيها أنه مستعد أنه يهزم الموحدين شر هزيمه. غير قرأ السلطان ديك الرسالة قلبها هي نيت وكتب في الظهر ديالها الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم جهز السلطان يعقوب المنصور جيش الموحدين الكبير، غير وصل يعقوب المنصور والجيش ديالو الأندلس انضموا ليه الجيوش اللي كانوا اصلا في الحدود الاندلسيه. كيقول المؤرخين ان جيش الموحدين وصل اكثر من 600,000 مقاتل، وكانت المسافه بين المقدمه ديال هذا الجيش والمؤخره ديالو هي 3 ايام ديال المشي على الاقدام، لكم ان تتصوروا عظمه هذا الجيش.
كانت مدينة إشبيلية بمثابة العاصمة العلمية ديال الأندلس. لذلك كان السلطان يعقوب المنصور فين ما كيمشي للأندلس ضروري يجلس فيها واحد المدة، إلا أنه هذه المرة ما جلش فيها بزاف، لأنه جا فقط باش يرتب الجيش دياله، ثم من بعد غيمشيو للمعسكر ديالهم اللي كان على بعد يومين من المشي على معسكر ملك البرتغال اللي كان كيتواجد في واحد المنطقة بالقرب من قلعة الأرك. أما بخصوص ترتيبات جيش الموحدين، فكان السلطان يعقوب المنصور قرر باش يفرق الجيش ديالو لمجموعات متفرقة، بحيث يكونوا المتطوعين من العرب والأمازيغ والأندلسيين في المقدمة، ثم يليهم جيش الموحدين اللي جم المدن المغربية، ثم يليهم في المؤخرة المصامدة اللي كانوا كيشكلوا الجيش الرئيسي ديال دولة الموحدين، بالإضافة لجيش الأندلس اللي كان تحت إمرة أبو عبد الله بن صناديد. تم تقسيم هذا الجيش إلى جزئين، بحيث واحد الجزء غيشارك في المعركة والجزء الثاني غيبقى باش يدافع على المعسكر وعلى السلطان، وغادي يتابعوا المعركة من بعيد كقوة احتياطية جاهزة للتدخل في أي وقت. أما الجهة الأخرى فكان ملك البرتغال في واحد الموقع مميز جعالي فوق واحد الجبل، كيمكن لك من خلال هذا الموقع أنك تشوف موقع المعركة بالإضافة لمعسكر الموحدين. أضيف إلى ذلك كانوا على بعد أمتار قليلة من قلعة الأرك، هذه القلعة اللي كانوا حاطين فيها المؤونة وجيش احتياطي. أما بخصوص الجيش فتهما فرقوا الجيش ديالهم على ثلاثة ديال الفراقي، بحيث في المقدمة غيكونوا الخيالة، ثم في الوسط والمؤخرة أحسن وأمهر المقاتلين القشتاليين بقيادة ألفونسو ملك البرتغال بنفسه. وصل يوم المعركة وبدأوا المتطوعين في الجيش الموحدي كيتقدموا شوية بشوية، ونفس الشيء كان في الطرف الآخر، كل واحد كيتسنى الآخر هو اللي يبدأ الأول. المسيحيين كما ذكرت من قبل فرقوا الجيش ديالهم على ثلاثة، فين ما كيحس واحد الجزء بالعياء كيرجع للور وكيدخل الجزء اللي تابعوا المعركة، وبقوا هكذا على طول المعركة. كيقول صاحب كتاب البيان بدأ جيش المسيحيين هذه المعركة بسبع آلاف فارس، وصفهم بالبحر الهائج موجة تابع موجة، لكن رغم ذلك قومهم المتطوعين المسلمين، الشيء اللي خلى ملك البرتغال أنه يعاود يرسل دفعة تانية من الجيش دياله. ونفس الشيء غادي تقاومهم مقدمة جيش الموحدين مقاومة شديدة، الشيء اللي غادي يدفع بقائد جيش المسيحيين أنه يزيد من عدد الجيش دياله باش يقضي على مقدمة جيش الموحدين. وفعلا في الهجمة الثالثة كان عدد المسيحيين كبير بزاف، وفعلا قدروا يغلبوا مقدمة جيش الموحدين اللي قومات حتى النهاية ديالها. تل هنا جيش المسيحيين كيكون دخل بكامل القوة دياله، ولكن وجيش الموحدين مازال ما بداش، لأن المقدمة إلى تذكرته كانوا فيها المتطوعين فقط، لكن من قضاوا المسيحيين على مقدمة جيش الموحدين زادوا التعمق في الدخول حتى وصلوا لقلب جيش الموحدين اللي كانوا فيه المصامدة، حيث غادي يضغطوا المسيحيين بكامل القوة ديالهم على المصامدة. ربما كانت هذه خطة من الموحدين كيستدرجوا بها الفارس اللي عندهم، لكن ما غيسيقوا المسيحيين الخبر لهذه القضية حتى وقعوا في الفخ، لأن في الوقت اللي نزلوا بكامل القوة ديالهم على جيش المصامدة كان جيش الأندلس كيوجد باش يلتف بالمسيحيين من الخلف، لكن الضربة القاضية هي اللي غيدير جيش الموحدين اللي كان مكون من عرب المغرب، بحيث غادي يدخلوا المعركة بشكل عمودي وغادي يفرقوا جيش المسيحيين على جوج، بحيث ولات المقدمة ديال جيش المسيحيين بوحدها والمؤخرة بوحدها. وهنا غادي يخرج السلطان يعقوب المنصور في مقدمة الجيش الاحتياطي اللي دوينا عليه سابقا، وغادي يلتف بالمسيحيين
وغيتلقاو المسيحيين هزيمة ساحقة بمعنى الكلمة، بحيث ما بقى منهم إلا 1000 مقاتل فقط. هاد 1000 مقاتل حلفوا حتى يكملوا المعركة، وخا كانوا عارفين النهاية ديالهم أنها حتمية. بعد نهاية المعركة غادي يدخلوا الموحدين لقلعة الأرك اللي استسلمت مباشرة بعد سقوط جيش المسيحيين، وطلبوا الصلح من السلطان يعقوب المنصور، وما كان من هذا السلطان العظيم إلا أنه يوافق على هذا الصلح. أما بخصوص ألفونسو ملك البرتغال، كيقول في حقه المقري في الكتاب ديالو نفح طيب من غصن الأندلس الرطيب، أن ألفونسو بعد ما سالت المعركة ما كان قدامه إلا المدينة الطليطلة، بحكم أنها كانوا كيعيشوا فيها المسيحيين، ومع دخل هاد المدينة غير المظهر ديالو باش ما يعرفو حتى واحد، حسن وجهه وحسن راسو وحيد واحد الصليب اللي كان كيميزو اللي كان كيديرو في عنقه، وبقى مخبي في هاد المدينة. أما السلطان يعقوب المنصور فبعد ما فتح قلعة الأراك غادي يتوجه باش يفتح قلعة رباح اللي كانت قريبة من قلعة الأرك، ومن بعد مباشرة غادي يتبعها مجموعة من المدن اللي كانت كلها في النواحي ديال مدينة طليطلة. وفي الأخير غادي يدخل السلطان يعقوب المنصور مع الجيش ديالو الكبير لمدينة طليطلة، وفي الباب ديال هاد المدينة غادي تخرج الأم ديال ألفونسو وبناته وعيالاته، كيطلبوا من السلطان يعقوب المنصور باش ما يأديهمش ويسمح لهم، وقال لهم السلطان باش انهم يبقوا في طليطلة ما غادي يمسهم حتى واحد. ثم بعد مرور ايام معدودة على دخول السلطان طليطلة غادي يعاود يخرج منها وغادي يتوجه لمدينة قرطبة. هاد المعركة خلات من الموحدين باش يصبحوا قوة عسكرية عالمية كيتضرب لها 1000 حساب، وكل ما فاجعات العقاب اللي خسروا فيها الموحدين أغلب الأرض لكانت الأندلس إلى يومنا هذا تابعة للمغرب. الخطأ الوحيد اللي ارتكبه السلطان يعقوب المنصور ربما هو ما استغلش هذا الانتصار لصالحه، رغم أن المراكشي كيقول بأن يعقوب المنصور وصل أبعد نقطة في الأندلس اللي ما قدر حتى شي سلطان من قبله ولا من بعده أنه يوصل له، لكن رغم ذلك كانت عنده فرصة باش يزيد يتوسع أكثر شمالا، لكن بمجرد طلب منه ألفونسو إبرام عقد الصلح وافق عليه بسرعة. ومباشرة بعد الصلح كان لقاو يعقوب المنصور كيزور الأندلس زيارات خفيفة فقط من أجل الإطمئنان على الأحوال ديالها، لكن إلا شفنا القصة من منظور مخالف، لو كانوا النصارى هما اللي انتصروا في هذه المعركة لأكيد أنهم ما كانوش غيقبلوا عقد صلح نهائيا مع المسلمين، بل غادي يزيدوا يهجموا عليك لأنك في نقطة ضعف، وهذا الشيء تماما اللي وقع في النهاية ديال فردوس المسلمين. المهم خليوا لنا الآراء ديالكم عبر المكان المخصص بالتعاليق. السلطان يعقوب المنصور السلطان الذي ليست له نهاية، فكما تعلمون مور معركة الأرك تقريبا بواحد 6 ديال السنوات، كيقول المؤرخ ابن خلكان أن السلطان تنازل على حكم الدولة لابن ديالو الناصر لدين الله، وهو خرج وساح في الدنيا إلى أن وصل للشرق وبقى تما حتى مات، لكن لا يعرف بالضبط القبر ديالو. أيضا كان وجدوا بعض المؤرخين اللي كيقولوا باللي بعد الرجوع ديالو من أندلس اللي قضى فيها مدة كبيرة تقدر تقريبا ب5 سنوات، حس بصحته ماشي هي هذيك ورجع لمراكش، ثم بعد مرور أيام قليلة توفى وتم دفنه في تينمل بجوار سلاطين الموحدين. المعروف أنه قبل ما يتوفى خلى الوصية المعروفة اللي كيقول فيها: أيها الناس أوصيكم بتقوى الله تعالى وبالأيتام واليتيمة. سولوا واحد من الرجال ديال الموحدين شكون كتقصد بالأيتام واليتيمة، فجاوبوا السلطان يعقوب المنصور: فأما اليتيمة فهي الأندلس، واليتامة هما السكان ديالها، إياكم تخلوا عليهم شي نهار وتهلوا في الأهل ديالها وبنيوا فيها الأسوار والمساجد والقلاع. وبنهاية السلطان يعقوب المنصور كانت معاه نهاية الأندلس
ونهاية أمجاد الإمبراطورية الموحدية لمر الوفاة ديالو تظاهرات الدولة بسبب قرارات محمد الناصر الطائشة اللي شفناها من خلال سلسلة ديال محمد الناصر اللي غادي نخلي لكم روابط السلسلة في الوصف اللي بغى أنه يتعرف ويتعمق في التاريخ ديال هذه المرحلة من التاريخ. بالرجوع لموضوع الوفاة ديال هذا السلطان العظيم، كنوجدوا أنه كاين واحد الضريح في دولة لبنان يزعم مجموعة من الناس أنه كيرجع للسلطان العظيم يعقوب المنصور. كيتواجد هذا الضريح في مدينة البقاع، والحي اللي كتواجد فيه بالضبط كيحمل اسم السلطان يعقوب المنصور. كيقولوا مجموعة من العلماء أن يعقوب المنصور تخلى عن الحكم وخرج ساح في الدنيا متنكرا، ما بغى يعرفوا حتى واحد، عاش حياة متواضعة وبسيطة في آخر الأيام ديالو، وبقى متعايش مع سكان هذه المنطقة اللي ما عرفوش إلا بعد الوفاة ديالو رحمه الله سنة 595 للهجرة. كنلقاو أيضا بهذا الخصوص في كتاب السلطان يعقوب بطولة وتراث للكاتب يوسف الجاروش، أن السلطان يعقوب المنصور بعد الانتصار في معركة الأرك تهنى على أمور الأندلس والمغرب كذلك، فقرر أنه يخلي الحكم ويخرج متنكر وساح في الأرض باش أنه يتفرغ بكامل وقته للعبادة، وبقى سايح في الأرض إلى أن وصل إلى بلاد المشرق. أما ابن خلكان فكيرجع لنا برواية أخرى، إذ يقول أنه زار مدينة دمشق في سوريا، وبالضبط واحد المنطقة كتحمل اسم حمارة تعرف الآن بالمنارة. كيقول ابن خلكان باللي شاف واحد ضريح في هذه المدينة كيحمل اسم ضريح السلطان يعقوب المنصور ملك المغرب، وأهالي هذه المنطقة كلهم متفقين على أن هذا الضريح بالصح كيرجع للسلطان يعقوب المنصور، وهذا ما لا شك فيه. المؤرخ ابن خلكان في كتاب وفايات الأعيان كيقول باللي هناك اختلاف واضح حول مكان دفن السلطان يعقوب المنصور. أما عن عظامة هذا السلطان فتم تكريمه في واحد من المتاحف المسيحية الكبيرة عالميا واللي كيتواجد في إيطاليا، اللي كيرجع تاريخ البناء ديالو لسنة 1458 ميلادية، وكيتعتبر واحد من أهم المتاحف في العالم كما ذكرت، لأنه كيجمع صور وذكريات كترجع لآلاف السنين. من بين الشخصيات والسلاطين العظماء كنوجدوا صورة السلطان يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس اللي كبد النصارى هزائم لا تحصى. الأكيد أنكم كلكم سمعتوا على فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، هذا الفاتح اللي كان بشرى للمسلمين وكيحتفلوا به الأتراك إلى يومنا هذا كعيد وطني كل سنة. أضيف إلى ذلك الأفلام والمسلسلات التركية اللي كيبينوا من خلالها الأمجاد ديالهم وبالضبط في عهد العثماني. لكن ما رأيكم إذا قلت لكم أن الموحدين كانوا قادرين على فتح القسطنطينية لولا بعد المسافة؟ وهذا الشيء تم اكتشافه في أحد الكتب العثمانية التاريخية اللي كيحمل اسم كتاب البحرية، واللي كيرجع التاريخ دياله للقرن السادس عشر. كيقول صاحب هذا الكتاب القبطان العثماني أحمد محي الدين بيري والمعروف باسم بيري رايس، أنه وصلتهم أخبار مفادها أن أسطول الموحدين الكبير غادي يعبر البحر الأبيض المتوسط في اتجاه القسطنطينية من أجل فتحها طبعا والفوز بالبشارة النبوية اللي كيبشر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فاتح القسطنطينية من خلال حديث شريف: لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل أمير أميرها ولن يعمل الجيش ذلك الجيش. أما بقية المؤرخين فكيقولوا باللي أثناء رحلة أسطول الموحدين لنصرة المسلمين أو بالأحرى صلاح الدين الأيوبي خلال المعارك اللي كان كياخدها ضد الحملات الصليبية، قرر السلطان يعقوب المنصور أنه يضرب واحدة من المدن الصليبية التابعة للقسطنطينية وفعلا دمرها على الآخر. هذا دليل آخر ينضاف إلى حقيقة أن السلطان يعقوب المنصور الموحدي ساهم في انتصارات المسلمين اللي كانت بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين واسترجاع القدس، وكذلك دليل على تدمير الموحدين لمدن النصارى اللي كانت بالقرب من البحر الأبيض المتوسط
واللي كانت تابعة للقسطنطينية عاصمة النصارى. لكن مع الأسف كتب التاريخ حذفات اسم يعقوب المنصور من سجلاتها لأسباب مجهولة. إذن هكذا كنكونوا كملنا قصة السلطان العظيم يعقوب المنصور، وموعدنا الحلقة الجاية بإذن الله في موضوع جديد. قبل ما نسدوا الحلقة كنتمنى تشاركوا رابط هذه الحلقة اللي غنخليه لكم في الوصف مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب انستغرام تيليجرام. واللي كيشاهدنا الأول مرة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك واشترك في القناة باش تكون انت ولا انتي من أوائل المشاهدين الأعمال ديالنا، وما تنساش دعمنا بواحد لايك تشجيعا لهذا المحتوى. تحياتي لكم وإلى اللقاء.